وبيع بحلال يرزق الله، بس اهم شيء الامانه بالبيع. نعم. لا صفيت نيتك تمشي امورك امانه، قل هذا زين هذا شين، هذا بمبلغ فلاني هذا بمبلغ فلاني، صح. لا تلعب على الناس ولا الطيب هنا. البيع اذا تبيه فيه بركه لا فكر. ايوه اول شيء انك تاكل حرام، الشيء الثاني ما راح الله يبارك لك في شغل كذا. اسالوني انا قد جربت الشغل ترى، والله ودي العب كوره يا الربع اللي نشيط وده يطقطق معي. والله اني متكسر عيال ورا تقال يبون. وين؟ والله اني متعجز. بنسولف شوي وبجيك. بنجيك. حلوه حلوه الحركه يا ابو حمد. بنسولف ونجيك، يعني قولت تروح توكل على الله بس. تعرفون عروه وعفراء؟ وش هي؟ هذه يا طويل العمر من اعجب القصص. يعني من تعتبر من اعجب القصص العربيه. انا الحب وما الحب. يقول لك عروه وعفراء عيال عم. عروه رجال، عفراء بنت. تمام؟ ايام الدوله الامويه. كانوا يلعبون مع بعض وزي كذا، يعني من يوم هم صغار كانوا يلعبون مع بعض وكانوا يعني مره. توفت ام وابو عروه. ام وابو الرجال. ام وابو الرجال. قال بنت. فاخذها ابو عفراء، اخذ عروه ورباه وصار عنده وجلس عنده الين ما كبر. يوم كبر انت يا عروه روحي المجلس الرجال، وانت يا عفراء روحي المجلس الحريم، خلاص هنا احدكم. جاء عروه عمه قال يا عمي انا يعني ابغى عروه. متزوجها؟ قال اصلا هي لك، هي لك يعني، بس انت كون نفسك وزين امورك وهي لك وتعال اخطب. وتعال اخطب. اسلم. بعد فتره طلع عروه برا المدينه اللي هم ساكنين فيها فتره، ورجع. يوم رجع سمع ان عفراء مخطوبه. ويزقح العمه قال يا عم سالت ناشدتك الله لا تسفك دمي، انك اذا زوجت عفراء تراني بموت، انا رجال احبها. ان زوجت عفراء لاحد غيري والله اني غير اموت قهر. قال يا عروه لا تخاف، عفراء لك، لكن انت كون نفسك زي ما قلت لك. ويروح عروه ويروح لعمته ويدزها على عمه، قال لها ناشدتك الله تقولين لعمي لا يسفك دمي، خليه يصبع عليه. وتروح عمته لابو عفراء وقالت لها يعني انا وصيك انك لا تزوجها والبنت. قال ابو عفراء قال لها انا ماني لاقي رجال اصلا ازين من عروه العفراء، من يوم هم صغار مع بعض وزي كذا صالحين بعض، بس انه فقير، بس انه فقير لازم يعني من هالكلام. الفقر مو بعيب، والفقر مو بعيب، والفقر ما جاه، هو اصلا متربي عند عمه، فعمه لو بغى انه يشده شده. هل. بس مخليه كذا. الزبده ام عفراء ما تبغى عروه، فقير وش وناشب لنا من يوم هو صغير، ما نبغاه، ما عنده شيء وما عنده شيء. عروه شك ان ام عفراء ما تبغى، ما تبغى قامت تعذرب في عروه. أيوة. عشان ما يجي. فوش سوى عروه؟ راح لها، راح لام عفراء قال لها يعني انا معها، يعني انا ولدكم من يوم من صغير والحين كبرت ابغى اتزوجها وزي كذا وما ادري ايش. قالت لها لا تنبسط، لا تستانس، تبغاها برك 80 ناقه. الله. تبغاها برك 80 ناقه. هذا مهر ولا وش؟ هذا المهر حقها. قال لها 80 ناقة، يعني كأنك تقول الواحد فقير جيب لي 80 جيب لك زي 2016. من اللي ياخذ اصلا؟ اللي عنده ناقة واحدة يعتبر من الاثرياء، صح؟ يعني يعتبر من الطبقة الجيدة، صح؟ هذا فقير. قالت له تبغى بعدين الناقة غالية عند رأيي. ايه، ايام اول ما فيه غير الناقة، حتى الحصان يعني فيه خيول، لكن الناقة هي اللي يعني يشدون الظهر فيها. جيب لك زي ذا الوقت احد الشركات. اسلم. اي والله هذا الشركات. الزبده قالت لها تبغاها برك 80 ناقه، ما انت ماخذها، لا تفرح، 80 ناقه. ويطلع زعلان الزبده انه جاء عند عمه قال لها يا عم 80 ناقه انا فقير وزي كذا. قال من اللي قال لك؟ قال ام البنت. قال 80 ناقه 80 ناقه، هذا اللي يدربي راسه ورمرته بالحق والباطل. انا ما اقول لا تدربي راسك ورمرتك، لكن يعني الحرمة لها رأي ولها، لكن مرات إذا أخطت سواء الرجال ولا الحرمة علمه خطأ، قل له يا ابن الحلال تركد شوية. أيوة. 80 ناقة 80 ناقة، أنا ما أقدر أرد رأيها. والله
عاد كانت قوية شخصيتهم عفراء العياذ بالله. الزبدة وعروة يركب طال عمرك على الرحولة وعلى اليمن ناوي يجيب الثمانين ناقة ويروح يجلس هناك تقريبا 5 سنوات والله عشان يجمع فيها الثمانين ناقة بس شوف بس شوف شوف الصملة هذا اللي يحب هذا اللي يحب رايح عشان يجمع 80 ناقة عشان يجيبها غامر وكافح حياته لين يجيبها يعني رايح من وين رايح من اتوقع من الحريق سلام الحريق اتوقع انها حول المدينه تعطل اجلس اتوقع انها حول المدينه الحريق رايح منها الى اليمن يعني تقريبا فوق اسمع فوق ال 1500 كيلو كثير على جمل بعيد ايه وجلس 5 سنوات بالفتره هذه جاء امير من الامراء الامويين وجاء حول الحريق وسوى زيطة زنبليطة شيد خيامه وذا وسوى أمسيات شعرية وذا الحين أم عفراء وش سوت راحت يقال أنها يعني دزت عفراء خلت الأمير يشوفها ويقال أنها هي كلمت الأمير الأموي أنه يجي يخطب هذا فالأمير الأموي لما شاف عفراء راحت علومه جاء أمير أموي طبعاً ما يعني أمير جايك وخطب عفراء من أبوها أبوها قال أنا يعني ما أقدر أنقض عهدي مع ولد أخوي والله الأبو ذا صامد أنا أشهد وافي قال أنا ما أقدر أنقض عهدي مع ولد أخوي أنا قلت له تجيب لي 80 ناقة والرجال راح ولا عود وإحنا نحتريه بس إذا جاء وما جابها بنزوجك إياها وإذا جاء وقد جابها لا والله نصيبه نعم بينه وبين الشر عفراء ما تبغى ذا الأمير لانها هي اصلا برضه تبي عروه تبي عروه ها سلام مرحبا ايش البلديه تعال اسمع اسلم والله اسلم انا ذكر يا شباب دخلت بجزماتي والله مشوار وسخن قال سخن رح قم والله مشوار الصدق طيب راحت عفراء ما تبغى الامير الاموي ما تبغاه ولا تبغى قربه هي اصلا تحب عروه ولد عم ما هو عايشه معه من الطفوله وزي كذا قال لها أبوها قال للأمير قال له معليش أنا قد وعدت عروة فما لك شيء عندي وراح وأم عفراء درت وهي تطير الأمير يجي يخطب وترده عشان الفقير هذاك عشان 80 ناقة ما نبغى من الأمير ريال واحد بس نبغى نعتز نعيش بعز شوية لأن بنتنا تكون أميرة يعني وتجيب الأمير وتزوجه شوف كيف قوتها جابت الأمير زوجتها غصبا عنها وخذها غصبا عنها وعن أبوها وخذها وعلى الشام الأمير الأموي على دمشق ما لك كلمة هذا الرجال أنا أشهد يا عمينا عمينا الحين الكلام الحسرة ما هي على البنت الحسرة على عروة عروة هذا ضايح لليمن عشان يجيب 5 سنوات عشان يجمع له 8 أخذ لك 5 سنوات بعد 5 سنوات طبعا أيوة لما زوجها رجال كان يحبها فوش صار أبوها لما زوجها الأمير الأموي لما خلاص راحت عروة راحت عفراء راحت للشام سوى زي القبر ونصايب وحصى قال لهم عاهدوني الحين أنا بنتي أميرة اللي خالف عهدي أطقه بالسجن عاهدوني إن إذا جاء عروة تقولون له ترى عفراء ماتت عشان لا يبلشنا والله اندرى انها غير يروح للشام ويذبح الامير والله يحبها حب ما هو صاحي الزبدة يوم جاء عروة بعد 5 سنوات مع 80 ناقة خيي جايبها من اليمن والله اللي مرضى وقودها بخير يعني 80 ناقة ايه لا كان فقير كانت حالته ايه بس شوف 5 سنوات يعني 5 سنوات لا نساها ولا شيء جمع مهرها صح وجاي طاق 80 ناقة وجاء وبركها كلها قدام بيت عمه يوم طلع عمه ولا ايش هالنوق 80 ناقة شو السالفه طالع على عروه بينها قال هذا مهرها والله قال له فاتك الاوان وايش قال فاتك الاوان هذا اكو قبرها ماتت هذا اكو قبر انبش ابو قبره يا شيخ قبر عفراء ماتت بحفل القبر تخيل شوف كيف ويطق عروه من القهر طيب المفروض ان قبره يمشي يدق عليهم ما في جوالات يا اخوي يرد ما في جوالات اسلم في بيجر اوكي حسب قريب السالفه بيجر اسلم ها الزبدة طال عمرك وهو شو اسمه ويوم شاف قبرها ويشق ملابسه ويبكي وما ادري ويش انقهر ايه يا اخي وش 5 سنوات وانا اجمع مهرها وجيها من اليمن واخرتها ميته
ويشد ملابس امر الله اي امر الله الزبده بعثته وبعد بعث تخيل ثلاث ايام مشهد ثلاث ايام جلس على قبرها يبكي بعد ثلاث ايام يقال شافته شافته جاريه من الجواريه اللي بالحريق عند القبر ويقال ان لا شافته بنت وجته بنت خويه عفراء وقالت لها يا علم كذا وكذا علم كذا وكذا البنت ترى ما ماتت البنت ترى تزوجها الامير الاموي تخيل قال لو انها ميته لو انها ميته كان ازين والله صارت مشهد قال لو انها ميته كان ازين هي وشددها ناس هذا الحين ويشد رحوله شد الرحال وعلى الشام وعلى دمشق يوم من اليمن للشام عاد هذا امير من الامراء المويين القويين يعني اسلم مجلسه مفتوح 24 ساعه ويخذ والله يمسك خطوط الزبده يا طويل العمر يوم جاء عند دمشق ويسال عن بيت الامير هذا لين ما لقاه يوم لقاه ويدخل عاد مجلس الامير مفتوح كان لك ناس انت تعرفهم تبيت عندهم كان مالك ناس تبيت بمجلس الامير صح ويجي ببيت الامير ما علمه ما قال له انتسب ولا انتسب يعني قال له اعطني اسمك ما اعطاه اسمه قال له اجل اجلس كان لك ناس تعرفهم بيت عندهم وكان مالك ناس تعرفهم فانت ضيفي حلو جلس عنده ثلاث ايام طبعا هو الحين ببيت مين بيت عفراء انت يا عروه مرت الامير والامير بعد ثلاث ايام قال انا ابغى اروح واقنص انا وجماعتي وياخذهم ويقنص خلى مين خلى الخدم والحشم وخلى عروه ببيته يوم طلع واحد من الحاشي حقينها لق 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 قال له قال له طبعا واحد من الحاشي عارف انه عروه قال له انت الحين كيف مخلي الكلب ابن الكلب عند حريمك قال من هو الكلب ابن الكلب من يقوله هذا واحد من حاشيه الامير من حاشيه الامير يقولها من يقولها الامير يا ولد يعني قال له انت كيف تخلي الكلب ابن الكلب بمجلسك حلو قال له من هو الكلب ابن الكلب قال عروه عروه بن نافع حلو قال الكلب ابن الكلب انت انا ضيوفي ما يقال لهم الكلب ابن الكلب حلو. وانا ما اخذت ناس الا وانا عارف اللي قدامهم واللي وراهم يعني ما تزوجت عفراء الا وانا عارف نسبهم من قدام ومن وراء نعم. يعني ما عليهم ردع والله في والله رجال اي الامير ترى الامير اموي رهيب انا اقول لك وش سوى والله الزبده اخذ له ثلاث ايام برضه بالخلا ورجع بالثلاث الايام هذه عروه يبغى يعلم عفراء اني ترى انا ضيفكم وش سوى راح لقى جاريه وقال لها روحي قولي لها ان يعني ان عروه بالمجلس قالت لها ما تستحي الحين الامير مكرمك وحاطك في صدر المجلس ثلاث ايام غايب عن المجلس ولا خاف منك ولا بالخير تجسس على حريمه قال لها اجل اسمعي هذا الخاتم حقي انا اعطيني الصبوح اللي هي تشرب منه اللي هو اللبن الحليب وابغى اطش الخاتم فيه على اني شربت وسقط طاح الخاتم بوسط هذا وإذا شربت هي بتشوف الخاتم وتعرف الخاتم لأن الخاتم حقها يعني من يوم هو صغير هو عليه طيب لحظة معليش كويستشن الحين عروة يوم أنه راح للشام يدري عفرة ما ماتت يدري ذاك شو قالها بالعلاج هي علمتها قالت له خوي فهو عند القبر جاته جارية قالت ترى العلم كذا وكذا والمرأة أنا بالله أي أسلم أسلم أقول الزبدة يا طويل العمر وهو يطش الخاتم بالصبوح حق الأميرة الصبوح اللي هو الغضاب اللبن السحلة السحلة اللي تشرب فيها الحليب طاشة غضاب طبعا طبعا الصبوح السحلة والسحلة ممكن بعض الناس ما يدري وش هي طاشة السحلة السحلة طاشة الغضاب واللي ما راح يجي من طاشة زي دي زي دي زي هذه بس انه كذا يعبونها الزبدة الزبدة وش صار شافت عفراء شافت الخاتم قالت لها ويحك من وين جبت هالخاتم هذا؟ قالت لها سقط من ضيفك شرب ضيفك قبلك درت انه عروة وهي تدري قامت واخذت الخاتم وطلعت عند المجلس ونادت عروة عروة تعال تشوف كيف الحين الوضع وضع مزري الزبدة يا طويل العمر وهي قالت له تعال تزوم بلغ الشيخ بالسالفة ويوم جاء قالت له هذا خاتمك ومدري ويش وسلمت عليه يعني ولد عم يكلم بنت عمه بكل يعني حشمه وبكل والامر والموضوع هذا بعد الاسلام يعني ايام الدوله الامويه الزبده انها يا طويل العمر يوم اخذ شويه الا والامير جاي يوم جاء لقاها عند ولد عمها ولا قال لها شيء قال لها بعد ما دخلت قال عروه قال انا ابغى ارجع لديرتي ضاقت فيه قال له وين ترجع زي كذا قال له قبل ما ترجع انتسب قال انا عروه بن نافع قال لي يقول ان واحد من الخدم قال لي وقال لي كيت 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 لكني انا اعرف سلومكم وعلومكم مضبوط
وما قال له شيء، قال له اجلس اجلس حاول فيهم عيا. دخل العفراء قال له يا عفراء ولد عمك بيمشي، روحي له وقولي له يا ابن الحلال اجلس، خليه يبيت عندنا يومين ثلاث ايام، خليه يعني يستانس شوي عندنا، خلنا نكرمه زي كذا. هو ما يبي له. طلعت له قالت له يا عروه اجلس 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 عندنا. فكره بعد لغتها هي بعد خلاص يعني. لا هي تبغاه يجلس. ايه تبغاه يجلس. والزبده انه صامل، قال انا بمشي مره ما عاد فيها. بعود خلاص. ايه قالت له اجل امسك هذا، كان عليها زي الشال، قالت امسك هذا تذكرني فيه. انت ويوم ودها تروح زي كذا قالت له انت وين رايح؟ رايح لاهلنا؟ قال لا والله انا رايح للموت. كيف؟ قال لها انا من القهر ما راح اصل اصلا لديرتي، انا قبل ما اصل بموت، انا متاكد من الموضوع هذا. بيذبح لا لا يقول انا بموت قهر، غبن الرجال. الله الرسول يقول استعيذوا بالله من غبن الرجال. الله يكفينا الشر كما قال. قال انا قبل ما اصل بموت، قبل ما اصل للحريق اللي هي ديرتهم، قبل ما اصل بموت. الحريق ما غير هذا الحريق اللي حول عند الحوطه ولا حريق اللي في مد. لا في حريق حول المدينه. هي قال في حريق عند الحوطه. يقال لها الحريق. ها اوكي الولد الزبده قال لها انا قبل ما اصل بموت، ما بها علوم ولا سنون، لكن ودعناك يلا ويمشي. يوم مشى وهي تبكي قال لها الامير، قال لها وش فيكي؟ قالت له الرجال راح يموت، ما عاد هو بواصل، انا اعرف عروه واعرف قلبه، ما هو بواصل، الرجال يحبني وكيت كيت كيت كيت. هو الامير يدري من قبل. الامير يدري. ايه؟ ويركب الفرس الامير ويلحق عروه، قال لها يا عروه اسمعني، والله لو تبغاني اتنازل عنها لك تنازلت. والله رجال للامير. بس طيب خاطرك، انا ما اخذتها عشان اقهرك، ولا اخذتها، انا اخذتها من طيبها ومن جمالها. نعم. قال لها لا لا بعد الرسول يمكن ب 50 سنه. طيب الشجرتين ذي طلعت من القبور؟ طلعت من حول النصايب. من حول القبور؟ اي شفتها الحين النصايب هذه طلعت منها ولين ما امتدت، يوم صارت طول يعني طول الرجال تعانقت. نجم القيمي سبحان الله، هذه من عجب القصه. وانتهت القصه. اي وانتهت القصه. الله الله شيء عجيب والله. اقسم بالله العظيم من القصه. تكلم عنها ذا على خط العرض. ايه على شوف هذه القصه دي ترى الواحد بيتامل فيها وفيها ترى حكم كثير. ايه حتى عفه فيها عفه. يعني عفراء كانت يعني تشوف عروه وعروه كان يشوفها بس ما كان يجيها، انا ابغاها بالحلال. طيب هم يقولون هم دفنوا حول دفنوا في دمشق ولا حول العلا؟ لا ولا وصل هو العلا؟ لا حول العلا دفنوا. حول العلا؟ مو بالعلا، حول العلا. يعني على اطراف العلا. طيب شبانك ما سالتهم قلت عند القصه؟ هذه القصه بل نسيت اسم الكتاب. حتى في مؤرخ مشهور. طيب ما حد من شبانكم مر على مثلا المقبره ولقى الشجرتين ولا خلاص؟ قديمه. انا والله ما قد شفت الشجرتين الحقيقه، لكن يعني انا قد سمعت القصه بس ما سمعتها بالتفصيل مثل ما قلت انت. سمعتها يوم قالوا واحد حب واحده وكذا وماتوا قهر وزي كذا. مختصر شكل مختصر عرفت؟ لا هذا التفصيل ما شاء الله بالتفصيل رهيبه يعني مثل القصص هذه والله تونس تونس. ايه عشت تعيش والله. هلا انا صراحه والله اني استمتع مع هذا الرجال لا من سواليف يا حبيبي. اي والله هلا يا هلا يا الغالي هلا اهلا وسهلا جميعا. لكن هي حتى هو يقول الظاهر واني لاهوى الحشره اذ قيل انني عفراء حول مدري ايش. انت بالسوق لا تقطع لا تقطع لا هي قصه قلتها لهم وخلصت. لكن والله يا عبد الرحمن هي قصه فيه طيب مؤثره من وين جدي؟ لانك لا تسمع تعرف عروه ومن؟ عروه وعفراء عروه ممن ذي؟ عروه بن نافع رجال جيبه وخلاه عشان ترجع اللي يقول معاي بن ابي سفيان لو اني دريت انهم انقصتهم كذا كان تزوجتهم غصب. معروف هذا القصه. لا طيب انا عروه بن نافع ما هو ما قلت تخيل انا ما هو بعروه تقصد الدروع هذه من شيباني عروه بن نافع واني لاهوى الحشره اذ قيل انني وعفراء هذا كان محلك صح؟ عفراء حول يقولون يا جميل جاهد بغزوه نزله خليها كذا يقولون شبوا علي ربع دم ما في بيت يا مفلح شبوا علي ربع قالوا جهز خرد لك غزوه من الله يجيب شو مجلس هنا مع حبيبتك الحريم قال يقولون جاهد يا جميل وبغزوه واي جهاد غيرهن اريد.
كل حديث